السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم علم مصر على اليد. طريقة سهلة جدا، كل اللي هنحتاجه هي ايد، وان شاء الله هحط لكم صورتها بصيغة بي ان جي في الوصف. نروح نجيب الصورة، شوف ان شاء الله يبقى زي كده. اهي الصورة، هنفتحها. تاني حاجة هنعمل لير جديدة، هنيجي هنا عند اللير بتاعت الايد، هندوس كليك يمين ونختار سيلكت بيكسلز. بعد كده هندوس هنا عند اللير اللي هي الفارغة، ونختار البنتول او لزيزة التلوين، نختار اللون الاحمر. وابدأ التلوين، بعد ما نخلص هنيجي عند اللير ديت اللي هي رسمنا عليها، نزيد عليها كده، ونيجي عند نورمال، نختار اوفرلي. هنلاحظ كده ان ايد انها اتلونت، هنعمل نفس الخطوات. هنيجي هنا نختار اللون الابيض ونلون، واخيرا هنجيب اللون الاسود. طبعا واحد يقول لي طب مش لون اسود قوي، اقول له لا، عشان يبين كانه مرسوم على الجسم حقيقي. كده نكون رسمنا العالم. ممكن نحط نسر كمان، نجيب صورة النسر ودي برضه هحطها لكم بصيغة بي ان جي في الوصف. هناخدها كده، هندوس كنترول، هنجيب السين الاول كنترول لي، بعد كده نروح هناك كنترول تي عند النسر، كنترول تي عشان نظبط حجم الصورة. ده سهل وجميل ومفيد بالارض ايضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حازم أحمد.